بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن سيماكم موقع XQ55. أقدم طريقة عمل روت لجهاز سامسونج جالكسي S2 i9100، النسخة العالمية العادية فقط لنسخة جالبين. هذه العملية تحتاج إلى مايكرو اس دي كارد يتم وضع الملف ابديت عليه. سيتم وضع المايكرو اس دي كارد في الهاتف وسأكمل معك الفيديو. يوجد ملف باسم Samsung Galaxy S2 Root with Stock Recovery. اضغط ضغط مطول او اضغط دبل كليك عليه، ثم اذهب للهاتف ووصل بالوضعية العادية. ستجد بأن الكمبيوتر تعرف على الهاتف وسيضع لك تواجد هذا الهاتف في كمبيوتر. تم التعرف عليه. المطلوب هو وضع ملف ابديت، اعمل كوبي نسخ، ثم اذهب لكمبيوتر واذهب للهاتف وفي مكان كارد ضع هذا الملف على الجذر مباشرة بهذا الشكل. يجب ان يكون موجود على الجذر مباشرة، اي بامتداد كمبيوتر ثم الهاتف ثم كارد ثم على الجذر مباشرة. اغلق جهازك بشكل كامل. ثم ادخل على وضعية Recovery Mode. وضعية Recovery Mode والهاتف مغلق بشكل كامل. اضغط على زر صوت لأعلى وزر هوم وزر التشغيل معا ضغط مطول. سيعمل جهاز فلاش أول مرة، ثم سيعمل فلاش ثاني مرة وسيدخل على Recovery Mode. هذه وضعية Recovery Mode. المطلوب هو اتباع التسلسل التالي. أزرار الصوت أعلى وأسفل هي للتحريك، وزر التشغيل من يمين هو الاختيار. اذهب لي Apply Update from External Storage واضغط على زر التشغيل، ثم اذهب لي Update واضغط زر التشغيل. سيتم التركيب الآن. انتهى. اضغط على Back وهي السلاش، ثم Reboot System Now. سيعمل جهاز Restart الآن وستجد برنامج Super User متواجد مع التطبيقات. اذهب للتطبيقات. هذا هو البرنامج باسم سوبر اس يو، وبذلك يكون لديك روت. للحصول على هذا التطبيق وللمزيد تابع موقع XQ55.